السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا ننجز الصفحة 17 من كتاب النجاح في الرياضيات المستوى الخامس، طبعة جديدة يعني شتنبر 2020. إذا التمرين رقم 10، أتمم الجدول. إذا لدينا هنا جدول، يعني العدد رقم العشرات، رقم المئات وعدد المئات. إذا رقم العشرات ل 42,150 هو 5، ورقم المئات هو 1. هنا عدد المئات، يعني عدد مئات هو 421. العدد التالي 581,237. إذن رقم العشرات هو 3، رقم المئات هو 2، وعدد المئات هو 5812. العدد التالي 324,065. إذن رقم العشرات هو 6، رقم المئات هو 0، وعدد المئات هو 3204. التمرين رقم 11، ألاحظ المثال ثم أتمم ملء الجدول. إذا لدينا هنا يعني أعطينا واحد المثال، 25 مضروبة في 10,000 زائد 64. إذا 200,000 زائد 50,000 زائد 64. إذا العدد يعني إجمالي هو 250,064. إذا لدينا هنا 89 مضروبة في 10,000 زائد 870. إذا هنا يعني 800,000 زائد 90,000 زائد 807. إذا الخارج هو 890,000 و807. هنا لدينا العدد يعني 57,349. إذا 57 في 1000 زائد 349. إذا 50,000 زائد 7,000 زائد 349. هنا 18 مضروبة في 1000 زائد 76 تساوي يعني معادلة 10,000 زائد 8,000 زائد 76، يعني العدد الإجمالي هو 18,076. تمرين 12، ألاحظ المثال ثم أتمم. يعني لدينا هنا 36,100 أصغر من 36,152، أصغر من 36,200. إذن هنا يعني لدينا 36,152، يعني نقصنا منه 52، يعني بقت 36,100، وأكبر زدنا 100، يعني كانت تحركه بمئة. غادي نشوفو يعني نطبقها في التمرين الثاني. إذا هنا لدينا 486,600 أصغر من 486,684، أصغر من 486,700. تمرين 367,000 أصغر من 367,019، أصغر من 367,100. 85,900 أصغر من 85,909، أصغر من 86,000.
إذا التمرين 13 اكتب العددين 958,432 و7,935,097. إذا في جدول العد العشاري. إذا نمر إلى العد إلى الجدول. إذا لدينا هذا، يعني هذا هو الجدول، جدول العد العشاري. إذا سوف نضع العدد الأول 958,432. إذا نبدأ بأول الوحدات البسيطة، يعني 2 3، العشرات، المئات 4، في أحادي الآلاف 8، في عشرات الآلاف 5، وفي مئات الآلاف 9. إذا هكذا غادي نحط العدد. ننمر إلى العدد الثاني، يعني في وحدات البسيطة، أحادي الوحدات البسيطة 7، وعشرات الوحدات البسيطة 9، ومئات الوحدات البسيطة 0، أحادي الآلاف 5، عشرات الآلاف 3، ومئات الآلاف 9، أحادي الملايين 7. إذا أحدد رتبة الرقم 5 في العدد، يعني في عدد 958,432. إذا الرقم 5 هو عشرات الآلاف، يعني عشرات الآلاف هنا، عشرات الآلاف. أكتب العدد 7,935,097 بالحروف. إذا سوف نكتب هكذا 7,935,097. نمر إلى التمرين رقم 14، أكتب بالأرقام الأعداد التالية، يعني 409,980. إذا هكذا بالأرقام 515,454، 5,080، 120,063. التمرين رقم 15، ألون بطاقات أقرب عدد إلى كل عدد من الأعداد المقترحة. إذا لدينا هنا يعني العدد المقترح بالأخضر هو 129,543. إذا أقرب عدد هو 130,000. العدد الأصفر يعني 91,805، يعني أقرب عدد هو 90,000. إذا أقرب عدد لي 547,964 هو 548,000، وأقرب عدد إلى 39,875 يعني هو 40,000. إذا ندخل التمرين رقم 16، Joue avec des nombres. Lequel des deux enfants a dit le plus grand nombre? Dans la démonstration, comme je vous l'ai dit, sur mon cahier, يعني في دفتري, j'écris chaque fois le plus grand des deux nombres. يعني هنا يا يعني كين زينب كين يوسف كيتبارا في الأعداد. غادي نشوفوا كل مرة غادي يعني نقولوا شكون اللي قال أكبر عدد. إذا غادي نكتبهم هكذا، يعني
يعني مرة غنقولو غنكتبو إلا كان العدد الكبير عدد زينب غنقولو سي زينب كيادي لو بلي غون نومبر، وغادي نكتبو العدد يعني نبداو يعني العدد الأول يعني في التباريد الأول يعني سي زينب كيادي لو بلي غون نومبر. العدد يعني المجموعة الثانية أنكور سي زينب كيادي لو بلي غون نومبر. في المجموعة الثالثة سي يوسف كيادي لو بلي غون نومبر. المجموعة الرابعة سي زينب كيادي لو بلي غون نومبر. هذا في بالنسبة للتمرين A. بالنسبة للتمرين B جو رونج دون لوردر كرواسون تو لي نومبر دي باغ لي دو زونفون. يعني هنا غادي نحاولو يعني نديرهم تزايديا، نوضعو هاد الأعداد كامل يعني نوضعهم يعني في وضع تزايدي، يعني غنديرو ليهم هكذا من الأصغر إلى الأكبر. إذا ندوزو للتمرين رقم 17. لو طابلو سويفون دون لي ديامتر أون كيلومتر دي بلانيت كون. يعني عندنا واحد الطابلو فيه يعني الأقطار بالكيلومتر يعني لحد لي بلانيت أو الكواكب معروفة. يعني عندنا هنا غادي نشرحها لك بالعربية. البلانيت يعني كاين المشتري، كاين المريخ، كاين عطارد، كاين أورانوس، كاين نيبتون، كاين بلوتو، كاين زحل، كاين الأرض والزهرة. إذا السؤال يعني A جو رونج لي ميزيور دي ديامتر دو سي بلانيت باغ أوردر دي كرواسون. هنا غادي نحاولو نرتبو هاد القياسات ديال الأقطار ديال هاد الكواكب يعني بطريقة تناقصية، يعني من الأكبر إلى الأصغر. ندير هكذا السؤال بي جيكري لا ليست دي بلانيت كي اون ان ديامتر انفيريور ا سيلوي دو لا تير. يعني هنا غادي نشوفو الاقطار اللي اصغر من يعني قياس الأرض، من قياس قطر الأرض. إذا غادي ربي يعني هادو هما الأقطار اللي يعني اللي أصغر يعني من قياس الأرض. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً.